السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أمين جمال، لعاب دار ضجة كبيرة، ضجة إعلامية كبيرة بمشاركته في مع نادي أفسي برشلونة، وين شعلنا تشافي وين تكلم عليه كذلك، وين قال لهم أمين جمال قد يصبح لعاب كبير في المستقبل، إنه لعاب ذكي جدا، لعاب ليعمل بجد، يعرف ماذا يريد، عام كبير. وين يرى تشافي مدرب برشلونة أن أمين جمال لعاب فريق شباب شاب لديه إمكانيات ليصبح لعاب كبير في المستقبل القريب. وحقق برشلونة فوز على ريال بيتيس بأربع أهداف دون مقابل على الملعب كامب نو في الجولة 32 من الدور الإسباني، وشهدت المباراة مشاركة تاريخية للعاب جمال المغربي صاحب 15 عام ضمن صفوف برشلونة في الدقيقة 83. وقالت تشافي لشبكة يعني الموقع يعني فورستار بعد المباراة: أخبرت أمين جمال أنه يحاول إظهار ما لديه، وقد فعل، هو لعاب مميز ولديه ثقة كبيرة جدا، وإمكانياته خاصة قد تجعله لعاب كبير في المستقبل. وأصبح لامين جمال أصغر لعاب يشارك في مباراة بقميص برشلونة في الدور الإسباني، يعني أصغر لعاب إفريقي وعربي. وبات جمال خامس أصغر لعاب يشارك في تاريخ الدور الإسباني عبر التاريخ، يعني بعمر 15 عام و 290 يوم. ويعد لوكا لعاب ريال مايوركا هو الأصغر من شارك في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عام و 219 يوم. وأصبح لامين ثاني أصغر لعاب يشارك في مباراة رسمية بقميص برشلونة في جميع المسابقات بعد أرماندو، يعني بعمر 14 عام و 200 يوم. ووصل كان من أهم أن يحصل ديمبيلي على عدد من الدقائق للمشاركة، وكذلك كريستيانو الذي سجل وأعطانا تقدم هو صفقة رائعة. وشدد: الطرد كان عادل وواضح بالنسبة لي، خصوص بسبب بطاقة الصفراء الثانية، وكل بطاقتين قد عطل هجمات وأعاد ذلك، الحالة كانت واضحة بالنسبة لي. وحصل إدراج يعني رودريغيز لعاب ريال بيتيس والذي دخل بديل على البطاقة الحمراء بعد تلقيه إنذارين. ووصل يعني بعد الطرد انقلبت المباراة لصالحنا، وكنا قد بدأنا بشكل جيد، وبفعل يعني تقدمنا قبل الطرد، والآن نحن قد اقتربنا خطوة أخرى تجاه اللقب. الفوز رائع، يعني رفع رصيدنا برصيد برشلونة لنقطة 79 في الصدارة، يعني صدارة جدول ترتيب، وبفرق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ليقترب الفريق من التتويج باللقب قبل 6 جولات على نهاية الدوري. يعني بصحتهم وصلوا، راحوا هما بصحتهم. وخاصة وين نعاودوا نتكلموا على لامين جمال، وين برشلونة وين يخشى قرار لامين جمال بشأن مستقبله بسبب ريال مدريد. الله طيب، هم خايفين. ويبدو أن الموهبة المغربية صاحب الأصول المغربية لامين يميل جمال ناشئ نادي برشلونة على وشك الخروج من نادي الكاتالوني، حيث تتعرض يعني مطالبات ولده مع الإدارة. ويعتبر لامين جمال من أكثر اللاعبين مواهب في برشلونة، وتم استدعائه للفريق الأول للمباراة الثالثة، ثلاث مباراة الأخيرة، ويمكنه الظهور أول مرة بشكل رسمي قبل انتهاء الموسم، يعني وين ظهر يعني دخل 83 دقيقة يعني أمام بيتيس. وعلى الرغم من أنه قد تم تصنيفه كموهبة بدرجة عالية جدا بشكل لا يصدق، فقد يكون
فقد لا يكون في برشلونة للفترة طويلة بحسب موقع فوتبول إسباني، حيث أن مستقبلي معقد بسبب عدد من عوامل مختلفة. أن والد لامين جمال من أنصار ريال مدريد، لكن وجوده في برشلونة لم يكون سيء للغاية، وينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ويريد النادي أن يقدم له صفقة احترافية هذا الصيف. صح لعاب والله لا يلعب، والله لا يلعب، لا يعطي الصحة ولا لعاب بالمستوى خويا، لعاب خويا يلعب. يلعب خويا، يلعب لعاب بالمستوى خويا. والله لا يعطي الصحة، لعاب بالمستوى خويا. وطلبت إدارة برشلونة من صاحب 15 عام البقاء في لاماسيا أكاديمية برشلونة من أجل ضمان أن تأثير والده لا ينعكس على اتخاذ قراره لإقناع بشكل أكبر بالتوقيع، وتم استدعائه إلى أيام مباراة للفريق الأول على الرغم من أهميته لفريق تحت 19 سنة بالنادي. ويخشى برشلونة خسارة لامين جمال، والذي يعتقد أن إمكانياته يمكن أن تقارن مع ميسي وإنديرسون إنيستا، وسيكونون في أمس الحاجة للتوقيع عقد يعني جديد معه، وسيساعدهم يعني في ذلك وكيل أعماله مانديز، الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع الإدارة وليس والده. نستخدم خويا، يعطيهم الصحة. لعاب والله لا لعاب، على بالك مصنفينه من الدرجة العليا، الدرجة العالية على بالك صنفوه من الدرجة الكبيرة. نقول لك لعاب والله على مستوى، والله مستوى خويا. راني نشوف اللقطة تاعو على بالك مع الإيديزناف، راني نشوف اللقطة تاعو تاع الإيديزناف مع برشلونة، يقول زئبق إيش يهرب. الله يبارك أخويا، الله يبارك. برشلونة صعيبة على بالك، هو كو يروح للريال، يروح للريال على بالك يسلك. والله لا شيخة، لعاب الله يعطيه الصحة، والله لعاب خويا. والله مستوى، والله مستوى خويا. عارف روحو، عارف روحو، عارف بابا وكلش، ما خايف من بابا، ميتين من بابا. بابا صابو يبغي ريال مدريد، بينها لهم ديريكت بلي نبغي ريال، بلي انا ريال صوفيتي، هذه هي.
الله ينجحها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم. وصحه خوتي وصحه لكم ثاني خوتي.